أعلنت وزارة الصحة أنه استكمالا لخطة المرور الميدانية على محافظات الصعيد، تم المرور على المنشآت الطبية بمحافظة أسوان لرصد كافة التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على حلها والوقوف على موقف التشغيل والتواصل المباشر مع المنتفعين. جاء ذلك من خلال لجنة برئاسة أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية. وقامت اللجنة بتنفيذ حملات تفقدية على عدد من المنشآت الصحية، شملت مستشفى أسوان التخصصية ومستشفى المسلة وكذلك مستشفى التأمين الصحي ووحدة طب أسرة كيمة ووحدة طب أسرة الشلال.